عبد الله على السلامة يا عم خميس. الدنيا الله يسلمكم يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين وانا اللي كان كاسرني اللي كان يهرني ويستهلوا بيا وكمان مستصغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزاك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه حتى هيسمعنا. متوحوش اما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اطلع مع نفسي. والنبي قرصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بت. لمي الدور وشوية الكلام ده. يعني انت كنت تقصد لما قلت لي عايز تهج؟ انا قلت كده. امال امي؟ معرفش. دي بيسال الحاجه. مساحه سكه يا بت. اسحب انت سكه ورا يا عم. انا في الصحه اهو. اسحب انت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي قال لي بس ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني كمان مستصغريني. فرومه بدران يا استاذ بدران. خلي بالي ايه انت يا استاذ بدران. ما بتتكلمش كتير. ايوه يا خير خير. مالك الحقني. مالك اهدي. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كابست عليكي تاني؟ بص عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايبك ورا على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي. بس دي غير البنات دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بص عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري اصلها حبل قلت يسقطها. لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخدتهم سره واحده. هو انت ما جيش وراكي الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها يا بدران. الحقني. هات ارجع على المكتب ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعه العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقة؟ حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها. لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان. ادخل. تمام يا باشا. خير؟ في واحد بره عايز يعمل ساعتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه. انا اسف يا ياسر بيه بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معايا استاذ عايز يخمر شويه. يلا. العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه لا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال. بص لقدام. احنا لسه في الاول. برضه احنا شرعانين للمكسب وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق. مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها. والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج. والسكة مفتوحة. الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده
وتحطه جو احلى هياخدها بمزاج، صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج، واللي يتاخد بمزاج عالي الجوده لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجه؟ طمنتني يا حبيبي. الهي يحرسك، الهي يرزقك كمان وكمان. بركه فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ويديم المحبه بينا يا رب. امين يا رب. دوق. دي خلطه جديده؟ اه. بس ما تخمرهاش زياده، خلاص كفايه كده. لو جهادك يا فندينا. انا عملت بنصيحتك وجبت لنا المصحه عشان يتعالج، كان كويس قوي في الاول، وفي ليله جت له ازمه ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاتره قالوا ايه؟ قالوا ان دي اعراض صحيه، ده معناه ان سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معناه كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله ثانيه الممرضه لقت معاه شريط رامادول كان مخبيه بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش، رفضت، صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش، لكن المشكله بدات تجيله نوبات سرعه، وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. باشمهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا، قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج. ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ اطمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك واتفق معاك مش كده؟ شادي، تعرف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول، مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ هيروين يا شادي؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا عني. يابا ايوه ينوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده مسامية. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوت. اسمها ايه هي اللي مرميه هناك دي؟ شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ مش شايفه يا قلبي. ودي اللي وريك يا خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننت؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج، فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملت لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري وحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوه.
بالله. طيب خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانا، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجه، انت بتدفع ثمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا ثمنها نص المصلحه اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشم يبص لي شويه يا باشا. انا اديتك بدل الفرصه 10 وانت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي، ومعاليك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح. عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده. مش انا قايل لك انها ما بتضمش لحد؟ ما سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وعك فيه. يا باشا يا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه، وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح، ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنت دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش هاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، انت مش قدها. وانا احب كده، اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين، بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفل انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عارف. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضه غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك حاجزك فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينا، تبقي خطيتي عتبه قبرك وحفرتيه بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصى غدر، تبقى حطيتي رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمانه. بقولك ايه يا براء؟ انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت اقعدي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده.
ربنا يكفيك شر كسرة القلب. والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خلاني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمضان. يبقى نبدا. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوه دي كلها؟ كلام يا بيت. والنبي قمر وقشطه. قوليلي استحميتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمته بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى طبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وانتيكي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليه في رقبتك جميله.